مشي بسرعه اكبر من سرعه الضوء. لو حصل الحكايه دي الفرضيه دي هيخترق حاجز الزمن، زي حكايه اختراق حاجز الصوت، هيخترق حاجز الزمن ويروح داخل في الماضي زي ما تقلب الشراب ظهر وشه، هيخترق الزمن ويخش في الماضي. عارفين دي معناها ايه؟ يعني واحد يسافر النهارده ويرجع امبارح. شوفوا الحكايه بقت شكلها ايه؟ يعني دخلنا بقى في الساين فيكشن والحاجات الغريبه بقى اللي بيعملوا عنها الروايات. المهم ان الحكايه دي تبدو تخاريف، لكن العلم اثبتها وبالملي والثانيه زي ما تنبأ اينشتاين بالظبط. وكانت التجربة عبارة عن حاجة اسمها روبيديوم كلوك، اللي هي ساعة دقيقة قوي توصل انها ممكن تعد لأقل من 1 على مليون من الثانية. كويس، هي ميزة الساعة دي انها ممكن تعرف الكسر بتاع 1 على مليون من الثانية. حطوا الساعة دي في صاروخ رموه في الفضاء بسرعة 100,000 ميل ساعة، في نفس الوقت طبق لاسلكي ضخم بيستقبل دقات الساعة. كويس، فاتضح ان الساعة اللي ماشية بسرعة 100,000 ميل ساعة أخرت، وأخرت بالكمية المظبوطة اللي حسبها أينشتاين في المعادلة. مين اللي أدرك الحكاية دي؟ الراصد اللي بيرصد من رصيف ثابت على الأرض بالطبق اللاسلكي. لو ما كانش ده موجود ما كانش ممكن. ليه؟ لأن اللي راكب جوه الصاروخ لا يمكن يقدر يعرف إن الساعة بتأخر، لأن جميع عملياته بتأخر سوا، كل الزمن التزمن بتاعه كله أصابه البطء. يعني زي ما بنقول إيه؟ بيكبر ببطء هو كمان. دي برضه لها معنى خطير، إن افرض أنا وأخويا التوأم، جه أخويا في سن 15 سنة قال لي والله العظيم أنا رايح رحلة فضائية. يا ابني قالها فضائية إيه؟ بتعيب خليك معانا. قال لا يمكن. تعالى معايا يا اخويا. قلت له لا يا عم فضائي خليني هنا قاعد. راح طالع راكب صاروخ وطلع في الفضاء بالسرعه الخرافيه بتاع الايه الصواريخ، وعمل جوله فظيعه. ايه اللي حصل اثناء سفره؟ ان الزمن بتاعه تباطأ، يعني هو بيكبر، يبتدي يكبر ببطء، بينما انا اللي على الارض بكبر في المعدلات بتاعتي. فانا في الوقت اللي وصلت لسني 90 سنة وقعت سناني وبقيت راجل كهنة وعجوز، بعد كام سنة راح بصيت لقيت أخويا راجع من الرحلة الفضائية سنه 25 سنة، أخويا التوأم. إيه تفسير الحكاية دي؟ تباطؤ الزمن، dilation of time، اللي هي أحد أركان النظرية النسبية. وديا ما هيش مسألة خرافية، لأن فعلا تجربة الروبيديوم كلوك كشفت عن تباطؤ الزمن بالملي وبالثانية وبالكسر من الثانية زي ما أينشتاين قال، وفي العلاقة بين الحركة وبين الزمن. طيب دلوقتي النتيجة الطبيعية إيه إذا كان الزمن مرتبط بالحركة؟ بحيث كل ما تزيد السرعة يتمدد الزمن أو يبطئ، والاثنين مرتبطين لدرجة أن كل مجموعة حركية لها زمنها الخاص، فكان لازم يوصل أينشتاين للنتيجة الطبيعية التي لابد منها، وهي أن الزمن والمكان شيء واحد مرتبطين ببعض، بعد واحد اللي هو بيسموه Time Space Continuum أو المتصل الزماني المكاني. فإذا كان المكان له 3 أبعاد طول وعرض وعمق، فالزمن هو البعد الرابع، فيبقى الزمان والمكان أصبحهم وحدة يونت ما ينفصلوش، ما فيش حاجة اسمها زمان ومكان، لا يقولوا عليه بالعربي الزمكان أو التايم سبيس كونتينيوم أو المتصل الزماني المكاني. الاثنين حقيقة واحدة ما ينفصلوش. إذا كان البعد المكاني 3 أبعاد اللي هما طول وعرض وعمق، فالبعد الزماني هو البعد الرابع لهذه الحقيقة الواحدة. وعشان تفهموا الحكاية دي أقول لك، بالنسبة لي أنا كجسم، أنا أبعادي المكانية طول وعرض وتخن،
مثلا ده. والبعد الرابع بتاعي هو ايه؟ هو عمري. وعمري فعلا كل ما بيتقدم بيضيف او ينقص من التلات ابعاد، فهو داخل في الحسبة، هو داخل في الحسبة. فكان لابد ان اينشتاين يوصل، ما دام في علاقة ثابتة واكيدة بين الحركة والزمن، ان لازم في علاقة بين الزمان والمكان، وان لازم الاثنين من متصل واحد، وان الزمان هو البعد الرابع في هذه الحقيقة الزمكانية. طيب هل في علاقة بين السرعة والكتلة؟ قال لك زمان احنا خدنا في الفيزياء الكلاسيكية ان الكتلة كم ثابت، السرعة لا تزود ولا تنقص فيه، كتلة الجسم معين، ناس كتلة ثابتة دي في الفيزياء الكلاسيكية. اتضح ان